يعتمد باستوني بأداء جيد مؤخرا، هل سنرى يلعب اليوم؟ أهتم بكل اللاعبين في التشكيلة وبرغبتهم في اللعب، ويجب على باستوني أن يستغل أي فرصة يحصل عليها إذا كان يريد اللعب. من وجهة نظرك، هل توجد فرصة بأن بايرن ميونخ سيفوز في المباراة ضد فريقك؟ قدم اللاعبون كل ما لديهم على أرضية الملعب ضد ويست هام. قد يكون بايرن ميونخ متساويا معنا، ولكن نود أن نفوز في المباراة. هل ستتأهلون إلى الجولة التالية؟ علينا أن لا نستهين ببايرن ميونخ. لنصل إلى الجولة التالية علينا أن نكون جاهزين لكل شيء، وخصوصا أنه دمر برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين. شكرا لكم، اكتفي بهذا القدر من الأسئلة. قبل كل شيء خلينا نضغط على زر لايك ونشترك بالقناة، لانه ضل بس 1900 مشترك راح نوصل ل 100000. اكتبوا لي اقتراحاتكم بقسم التعليقات، شو هو فيديو ال 100000 اللي بدكم اياه؟ كل شيء بيخطر على بالكم اكتبوا لي اياه، ممكن اي فكرة من افكاركم نفذها، ولكن اضغطوا على زر لايك لحتى يوصل هذا المقطع لعدد اكبر من الناس، لانه اليوم رح ناخذ حق برشلونة. طبعا ما لها علاقة بدوري الابطال، برشلونة خسر، ميسي رح يطلع تبهدلنا، بعترف بهذا الشيء، ولكن حاليا عندنا مباراة بنوريتش سيتي، الفريق الضعيف اللي اسسناه من الصفر وجبنا له نجوم ضد بايرن ميونخ، وميسي موجود بنوريتش، يعني ميسي ممكن ينتقم من البايرن اذا قدر تفوز، ولكن انا ما راح احكي حكي اكبر مني لانه بايرن ميونخ ممكن يفوز علي ويمسح فيني الارض. فراح نفوت هلا بمباراة نارية، مباراة الذهاب من دور 16 من دوري الابطال، فريق نوريتش فريق الابطال. فلنبدا. كل اللي راح بلش فيها هي اللاعبين السريعين اللي عندي، فاتي، اوبيندا، ميسي ممكن يكون ابطا من نيلسون، ولكن ميسي هو اللاعب الخبره الموجود حاليا بالملعب. لي كوبو، فالفيردي، مارسيلو، توموري، ميليتاو، ارونز ضد البايرن، وطبعا مثل ما شايفين هذا المستوى مطلق مطلق مطلق. إذا هنا في أجواء مثلجة للغاية، هل نرى أخبار تثلج القلوب هنا من نوريتش سيتي أمام البايرن الذي قضى على برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين؟ مشجع برشلونة حاضر، وبنجم برشلونة ميسي الذي يريد الخروج، يا له من حماس ويا له من تحدي مخيف جدا. المباراة الأولى مباراة الذهاب على أرضنا وبين جماهيرنا، يجب علينا أن نفوز في مستوى صعب جدا، وبايرن صعب، فلنبدأ ونقبل صعوبة البايرن. بسم الله. البداية السريعة، الكرة عند ليو بين لاعبين، صعب جدا أن تلعب ضد البايرن. البداية السريعة من نوريتش، خطيرة جدا، والكرة الأولى من كوبوب، خطيرة، يا الله، ممكن أن لا تتكرر هذه الكرة أمام البايرن هنا على المستوى المطلق، يا الله على بداية قوية. البداية السريعة للبايرن، يحاولون تسجيل أولى الأهداف، أتمنى أن نقبل مهرجان من الأهداف. يا بايرن يا بايرن ارحمونا يا بايرن، ورامزيل ابعد، يا لها من مباراة حماسية، تعود المرتدة والكرة عند ليو، فان دي بيك يتقدم، والبايرن هدف أول مستحيل، هذا البايرن مدمر، ولكن الدفاع يقطع كرة وتعود كوبو المحارب، يا الله على مباراة صعبة جدا صعبة جدا، ورامزيل قنابل من بايرن ميونخ على مرمى نوريتش، مباراة كبيرة ضد الكبير. الركلة ركنية تلعب قصيرة ومحاولة أرضية، رامزيل يقطعها، عادت، يا له من حصار كبير، يا بايرن ارحموا عزيز قوم ذل. الكرة تعود، يبدو بأنهم سيكررون الثمانية اثنين، لكنه فريق الأبطال، والكرة عند ليو، الله يا ليو، يا مرور مرور وعبور وتقدم، والكرة في وسط الميدان، تمرير رائع ليلعبها وبيندا، جميل، أو كوبو، آخر لحظة طالت الكرة يا كوبا، نريد أن نسجل في مرمى البايرن. مرة أخرى البايرن ميونخ يسيطر، فان دي بيك يمر بمهارة ويتقدم بشطارة، البايرن ميونخ، الكرة عند إيكاردي، إيكاردي يتقدم، ما زالت الكرة إلى أرضية داخل منطقة الجزاء، وبالرأس رامزديل، مباراة من أصعب المباريات التي لعبتها أمام البايرن. البايرن مرعب وخطير جدا، وناحية اليسرى والأرضية، رامزديل أبعدوها، العرضية خطيرة، هدف أول مرعب من بايرن ميونخ، ضربة رأسية لا تصد ولا ترد، الدقيقة 39، هل سيحرمون من التأهل لربع نهائي دوري الأبطال؟ يا لها من كرة، شوف الإعادة، كرة كانت جميلة، التقدم بالمهارة، العرضية بالمقاس، مرعب مرعب مرعب. المحاولة لمرتدة عن طريق ليلي، يلعبها ليو، بيندا سريع جدا، يمرر ليو، ليو يمر، ليو يمرر، يا حكم لماذا نهيت المباراة؟ سأعطي الفرصة لميسي.
إيثان فودين مكان كوبا وشوط ثاني يبدأ هل سنعود المباراة صعبة مع أنها على أرضنا ولكن بايرن ميونخ لا يرحم البافاري البايرن مرة أخرى أرضية مرت بأمان والكرة عند مارسيلو يلا يا نوريتش الكرة في وسط الميدان تبادل الكرات بشكل جميل تقدم المحاولة الكرة عند أوبينتا يلعبها بشكل رائع وليو ميسي يسلم ليو ميسي أمام المدافعين يلعب كرة يا ليو تقدم المحاولة البايرن ميونخ يريد تسجيل هدف ثاني لكي يحسم المباراة وينتصر هنا في ذهاب خارج الديار بهدفين لكن علينا الآن بمرتدة يا نوريتش نستطيع هذا والكرة عند ليو ميسي الاستلام من ميسي يبحث عن أوبينتا السريع أوبينتا يسلم أوبينتا ويرجع تلعب واحدة من كرات كوميا نوريتش فريق الأبطال الكرات فاتي حرام عليك يلا يا ليركوتز ضاعت الكرة مرة أخرى باري مثير ممكن أن يسجل هذا الثاني يقضي على أحلام نوريتش لكننا صامدون نستطيع العودة بمرتدة الكرة عند أوبينتا يلا انطلاقة مرور يلا عبور ميسي راح من هناك ميسي للانتقام من البايرن هنا بقميص نوريتش يتقدم يلعب أمامي ماذا نفعل أكثر من هذا يا نوريتش يا لها من كرة تضيع من فودين إذن هالاند يدخل أوبينتا يخرج ونيلسون يدخل فاتي يخرج آخر الدقائق 20 دقيقة هل سنعود للمباراة يا ليو ميسي أحتفظ بليو لآخر لمق الكرة العرضية أمام المرمى حرام يا ليو ضاعت مرة أخرى نوريتش سيتي يضغط نوريتش سيتي يحاول وهالاند المرعب يسلم داخل منطقة الجزاء ضاعت الكرة حصار على بايرن ميونخ ولحد المحاولة مرة أخرى والتقدم والمرور الكرة عند لي حكم خطأ يا حكم هل ستعطيه هدف ثاني برافو توموري القتال من لاعبي نوريتش لآخر لحظة نقطة أفضل من أن نخسر على أرضنا هل سنستطيع الفوز والعبور إلى ربع نهائي أمانة لبايرن كلام آخر أرضية وهدف ثاني نقبل هدف ثاني من البافاري المرعب هنا على أرضنا وبين جماهيرنا آخر دقيقتين في المباراة إما أن نسجل هدف الآن لكي نستطيع العودة في مباراة الإياب وإما أن المهمة ستذهب صعبة لهناك وخصوصا إذا سجل هدف ثالث الكرة تعود عند هالاند في مرتدة ضاعت وعادت والكرة للأمام والبايرن إيكاردي يتقدم إيكاردي يمر إيكاردي يحاول لعب كرة أرضية ورابزيلي وبعدها المرتدة الأخيرة خلاص المباراة انتهت بهدفين للبايرن هنا على أرضنا وبين جماهيرنا المهمة تبدو مستحيلة هناك في ملعب البايرن أنتم خارج ويفا تشامبيونز ليج بكل تأكيد بعد هذه الهزيمة المقلقة في مباراة الذهاب داخل الديار هل تتفقون مع هذا؟ قد خسرنا على نحو سيء اليوم لكن ما زال لدينا فرصة وسنلعب حتى النهاية إذن جينا على الموقع الأصعب مباراة بايرن ميونخ في أرض بايرن ميونخ خسرانين 2-0 بالذهاب المستوى مطلق اللعبة صعبة جدا لاعبينا محبطين والآن المؤتمر الصحفي قد عانيتم في المرة الأخيرة من الهزيمة بهدفين أمام الجمهور ولم تتمكنون من تسجيل هدف واحد هل لديكم آمال في ساندرسون بارك؟ طالما لدينا فرصة في التأهل فسنبذل قصارى جهدنا في التأهل مثل ما شايفين هي التشكيل اللي راح نفوت فيها المباراة شبه مستحيلة على أرض البايرن المباراة صعبة العودة من 2-0 ل 3-2 هل ستكون فلنبدأ أصدقائي من هنا من استاد البايرن ميونخ البافاري مباراة صعبة جدا مهمة شبه مستحيلة أمام هذا التيفو الرائع الجميل وأمام جماهير كبيرة هدفين في مباراة الذهاب أنهت كل شيء لكن من الممكن أن يعود نوريتش بثلاثية من الممكن أن يعود إذا استغل البدايات المهمة صعبة جدا أين أنت يا ليو هل ستستطيع الانتقام من البايرن المهمة صعبة مستحيلة لكن نحن لنا ياس نحن فريق الأبطال بسم الله لمباراة كبيرة البداية السريعة والكرة للبايرن يحاولون تسجيل هدف أول لكي تنتهي المباراة تماما وتصبح مستحيلة على نوريتش سيتي ولكن الكرة مرت يجب علينا استغلال البدايات يا فاتي يا سريع فاتي يحاول المرور من الجبل اليسرى وحكى المباراة يقول تابع ما زالت الكرة خطيرة إلى أول يا نوريتش البداية المثالية عن طريق فودين واحد لفريق الأبطال لريمونتادا ممكن أن تكون عالمية يا له من اختراق يا فاتي البايرن خطير البايرن مرعب البايرن ممكن أن يسجل الكرة داخل منطقة الجزاء المحاولة مرت قلبي يؤلمني الريمونتادا نريدها يا نوريتش لا نريد الخروج من دوري الأبطال ماذا تفعل يا إسماعيل ركز يا إسماعيل الكرة الأمامية الآن لهدف ثاني وكوبا يلعبها للأمام لليو وليو ميسي مع كوبينتا يلعبها بشكل جميل وفاتي على
كرة ممكن كان نعود بالتعادل في كرة من ليو ميسي. لها من كرة الان الركلة الركنية نلعبها قصيرة، المحاولة لنوريتش والتمرير من على قدم كوبا. يا لها من مباراة ويا لها من متعة كبيرة في دوري الابطال. نوريتش افضل، نوريتش ممتاز، نوريتش كبير، وبينزا يلعبها لليو. يا ليو يا ليو، طالت على ليو ميسي الذي يريد التسجيل في مرمى البايرن. مرة اخرى نوريتش، نوريتش يحاصر البايرن، والكرات جميلة وتبادل الكرات رائع، والكرات وبينزا، وبينزا ينتظر مساندة ويلعبها بشكل جميل، والتقدم والمحاولة محاولة تعادل. التعادل بريمونتادا عجيبة تبدا من هذا فالفيردي، هذا فالفيردي الوحش، التعاقد الرائع. شوف المرور وشوف التقدم والهدوء، وبينزا لمسة، يا له من اختراق، ويا له من كرة، ويا له من ثقة. اثنين نوريتش، الان تعادلنا يا بايرن. الان يجب علينا الحفاظ على الشباك ومن ثم البحث عن هدف الفوز من ليو ميسي. يا الله على ريمونتادا في 20 دقيقة، المباراة صعبة، البايرن صعب جدا. النوريتش، النوريتش، النوريتش يقدم مباراة العمر، والكرة مرتدة، هناك ليو، هناك ليو الذي يستلم ليو. ميسي، 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 ولمسة من ميسي، وفودين، وبينزا. مستحيل مستحيل مستحيل، أجمل هدف لي في فيفا هو هدف الفوز على البايرن. لم تنتهي المباراة ولكن لمسة، والله صوبتها هكذا، قلت فلتذهب لأنها ستقطع، ولكن أيت يا الله، هدف عالمي، عالمي من العالم، يا الله على لمسة أوروبية. ثلاثة لنوريتش، حتى الحارس لم يصل لكرة، مستحيل. أين هو بينزا الوحش النجم؟ ثلاثة نوريتش، لا شيء. البايرن في 33 دقيقة، أنا لا أصدق ماذا يحدث، ولكن البايرن سيعود. البايرن، البايرن يا سادة، أين هو البافاريا يا سادة؟ الاستلام من إيكاردي، إيكاردي، ديمبلي، يا لها من أسماء، ويا لها من كرة، وديجني هناك في ناحية اليسرى، خطيرة جدا داخل منطقة الجزاء، الحكم يقول تسلل، نعم تسلل. نوريتش سيتي يقضي على البايرن في 30 دقيقة، لكن المباراة مستحيل، المباراة حبست الأنفاس ولم تنتهي. شوف الأخطاء الدفاعية، احذروا من خطأ دفاعي الآن، ممكن أن يكلفنا هدف. والبايرن، البايرن خطيرة جدا يا بايرن. يا الله يا الله، المباراة لن أستطيع أكمل المباراة. هل من أحد يلعب عني؟ هل من أحد يستلم الجويستيك عني أمام البايرن المرعب؟ يا الله على متعة دوري الأبطال، لن تجد هذه المتعة إلا في هذه القناة، فاضغط على زر الاشتراك لكي نصل 100 ألف. التوتر كبير، والكرة عند أوبيندا، ممكن المرتدة يا أوبيندا، ماذا فعلت يا أوبيندا؟ والكرة أمامي عند ليو، وليو ليو وليو ليو، ومرتدة العمر يا ليو، مرتدة العمر يا ليو، ستخرج بعد هذه الهجمة يا ليو لأنك عجوز، ولكن علي أضعها ميسي يا كبير. سيد كرة القدم كاد أن يضرب البايرن بالهدف الرابع. الكرة الآن الركنية، المحاولة للاعب كرة قصيرة جميلة من ليو ميسي، التهيئ، والكرة، أين الكرة؟ ذهبت إلى ركلة ركنية أخرى، حكم المباراة ينتظر، لا بل هي ركلة مرمى. إذن الشوط الأول يشرف على النهاية، بل انتهى بثلاثية يا حكم، انهي المباراة، انتهت ثلاثة نوريتش لا شيء البايرن، مباراة تاريخية، شوط واحد لفريق الأبطال، إنهم نوريتش. إذا نيلسون مكان فاتي الذي تعب جدا، وميسي مكان نيلسون، وبيندا مكان ميسي. إذا نيلسون على اليمين، ميسي رأس حربة في الشوط الثاني، وبيندا على اليسار، وما زال هناك هالاند، ولي، لي ممكن أن يدخل الآن مكان كوبا، نعم لي ممكن أن يدخل الفنان، ويبقى لنا تبديل لي هالاند الذي سينزل آخر 20 دقيقة، لكن يجب علينا الصمود أمام البايرن. نوريتش يحارب أمام البايرن ميونخ، نوريتش محاربين اليوم، نوريتش في حرب، وليس مباراة. نوريتش يستطيع تسجيل 500 هدف وليس فقط 4 أهداف. الكرة وراند وبيندا، والكرة ضاعت، أتمنى لن ننتم على هكذا فرص. البايرن في محاولة، البايرن في تقدم، البايرن مرعب، البايرن هدف واحد ممكن أن يلغي هذه الريمونتادا الكبيرة. تقدم، المحاولة، المرور، التمرير داخل منطقة الجزاء، الحمد لله بأنه قطعها، ذهب، وكرة خطيرة، يجب علينا أن نركز. الكرة مستحيلة، هذه الكرة أن تضيع مستحيلة، حظنا موجود،
ولكن البايرن في الكرات الرأسية خطير. الكرة العرضية أوبيندا في المهام الدفاعية، أبعدها يا أخي، سددها، لا أريد أن تبقى الكرة هنا. نعم أبعدها. أين هم البايرن البافاري؟ أعصابي صفر. 20 دقيقة. اسمودو يانوريتش، اسمودو يانوريتش، البايرن مرعب، البايرن كرة أوبيندا يا وحش، يا أوبيندا، أوبيندا أنت نجم المباراة. شوف قلب الهجوم ماذا يفعل، شوف الجناح الأيسر ماذا يفعل. وكاو لويز، لويز، لويز في مرتد، يجب أن لا نتسرع يا لويز. والكرة العرضية، لم نتسرع ولكن لعبنا أسوأ تمريرة، أسوأ تمريرة في حياتي هي التمريرة الماضية. الريمونتادا هل سيلغيها البايرن أم يعززها النوريتش؟ وهذا هو بينزا الوحش، هذا ملك كرة القدم، يعود في كرة، يمرر في كرة. لم 10 دقائق من نار. جنابري يحاول، جنابري يحاول المرور، يلعب هناك في الخلف، الحصار كبير من بايرن ميونخ. ضربة واحدة، ضربة قاتلة بمثابة قتل المباراة. البايرن يحاول، البايرن يتقدم، وبرافو الدفاع والاستماتة والمرور يا فودين. ضاعت الكرة وعادت، والبايرن، البايرن، البايرن، البافاري، 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 والفودين، الفودين، الفودين، والربع نهائي دوري الأبطال يا سادة. الكرة الأمامية عند هارون، سيلعب لنيلسون، وراح نيلسون وشد نيلسون ومرج نيلسون، واحدة من لعباتك يا نيلسون، لم تصل لأوبينتا يا أخي، كيف عادها بقدم ومسك الحارس. لا علينا من قواعد كرة القدم، مباراة لا قواعد الآن. 3-0، من 2-0 إلى 3، لكن البايرن غدار. دقيقتين وقت بدل ضائع. الآن يضرب، الآن يضرب من الخلف يا ليو، اطرد ليو، اطرد أوبيندا، المهم أن نفوز. نوريتش سيتي في ريمونتادا، العظمة، 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 ريمونتادا المستحيلة، مستحيلة. خذ هذا الدرس في كرة القدم. أنا إسماعيلينو، رقمي الواتساب عندك، إذا احتجت أي حاجة طمني وأعطيك شيء تعود لعندي، لأنه نوريتش سيتي عاد بمباراة. أو يا أوبيندا، أنت الملك، أنت الملك، أنت الوحش، أنت الكبير. يا له من تغيير في مسار الأحداث، لقد تمكنتم من التغلب على فارق أهداف كبير والعبور إلى الجولة الثانية من دوري الأبطال. كيف تمكنتم من العبور؟ بغض النظر عن مدى الصعوبة التي كانت عليها هذه المواجهة بعد مباراة الذهاب، إلى أن الفريق تكاتف معا ونحن نغدو إلى النجاح بروح الفريق. تهانينا، تمكنتم من إنهاء المباراة في الشوط الأول، هل أنتم سعيدون بأداء فريقكم في الشوط الثاني؟ رغم من عدم التسجيل في الشوط الثاني، قمنا بها مهمتنا على نحو كامل واستحققنا هذه النتيجة. شكرا لكم، أكتفي بهذا القدر من الأسئلة. نعم بالريمونتادا يا سادة، ذا الريمونتادا الأحلام حققناها أمام البايرن، صراحة شيء خرافي. العرق كأني كنت بالملعب صراحة، عم بلعب جنب ليو ميسي. مستحيل، مستحيل، أنا خلص قلت رح أنهي السلسلة بما أنه إن المباراة صعبة، ولكن يعني حفظنا على النتيجة، وهلأ رح نشوف إذا مين رح نواجه بالدور القادم في دوري الأبطال. سنواجه باريس سان جيرمان، أخرجنا بايرن ميونخ الطرف الأول في النهاية هاي السنة، ورح نلعب ضد باريس سان جيرمان الربع نهائي الآخر. مان يونايتد، مان سيتي، يوفنتوس، ريال مدريد، ليفربول، وبرشلونة، معارك، كل معارك، ولكن مباراتنا صعبة جدا أمام نيمار الغدار. إذن وبالنسبة لترتيب الدوري، ليفربول 76، السيتي 74، ونحن ب 70 نقطة، ولكن نحن والسيتي بأقل من مباراة أمام ليفربول، يعني ممكن إذا فزنا هاي المباراة بالدوري نصير بفارق 3 نقاط عن ليفربول، وإذا فاز المان سيتي بفارق 7 نقاط. هون بتكون خلصت حلقة اليوم، شكرا لكم على المتابعة. المباراة القادمة راح تكون باريس سان جيرمان ذهابا وإيابا، وراح نحاول نتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال. الحلقة كانت نارية، اللي وصل لهون يكتب، شو يكتب؟ يكتب ميسي، يكتب ميسي. وصلت لآخر الفيديو، شكرا لكم ودمتم بألف خير.